تتزايد التحديات أمام النظام السوري داخليا في ظل إخفاقه في وقف المظاهرات كمثل هذه في بلدة كفرومة بإدلب، ومنع استمرار الانشقاقات داخل الجيش وما يترتب عليها من مواجهات وقصف للأحياء السكنية، كما تظهر ذلك عدسات الناشطين المعارضين هنا في حي باب عمر بمدينة حمص. التحديات تشتد أكثر دبلوماسيا على هذا النظام مع تعليق عضوية مشاركة وفوده في الجامعة العربية وانضمام عاهل الأردن إلى المطالبين بتنحي الرئيس بشار الأسد وتعزيز الحكومة التركية تنسيقها مع المجلس الوطني السوري. القرارات الأخيرة للجامعة العربية هي قرارات صدرت بالتنسيق بيننا ولدينا حولها تواصل سليم وصحيح، وهي قرارات صائبة، ومن الآن فصاعدا على الحكومة السورية أن توقف العنف فورا. أما وزير الخارجية السوري وليد المعلم فيسعى إلى استدراك تداعيات العزلة العربية والدولية وما قد يتمخض عن اجتماع الوزراء العرب مع نظيرهم التركي في الرباط في 16 من الشهر الحالي. وأكرر هنا ترحيب سوريا بقدوم اللجنة الوزارية العربية قبل 16 من الشهر الحالي، ومعها ما تراه ملائما من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين ووسائل إعلام للاطلاع على ما يجري والإشراف على تنفيذ المبادرة بالتعاون مع السلطات السورية المعنية. هذا الموقف السوري لم يقتنع به وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين قرروا خلال اجتماعهم في بروكسل توسيع قائمة المشمولين من المسؤولين السوريين بعقوباتهم وتجميد القروض الأوروبية في ظل استمرار النظام في قمع المتظاهرين، وهو ما دفع بيجين أيضا إلى موقف مختلف من حليفتها دمشق. الصين تدعم جهود الجامعة العربية وتحث سوريا على تنفيذ المبادرة العربية بشكل صحيح، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي خلق ظروف مواتية لذلك. تتعاظم الضغوط على نظام الرئيس الأسد خارجيا وداخليا رغم تضامن الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيس معه من ما وراء البحار، مشبها المشهد في سوريا بما حدث من قبل في ليبيا، وهنا يبرز دور روسيا التي تسعى إلى إحداث خرق في جدار الأزمة، وهو ما ستبحثه قيادتها بحسب وزير الخارجية سيرجي لافروف مع وفد المجلس الوطني السوري برئاسة برهان غليون.